السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات كنتي اللي غادي يكون في مساء اليوم اللي غادي يكون في الدوفيل. على كل حال إخواني الكرام كما كنشوفوا أنكات دوما اللي مرشحين عند الجيني نوعا ما وخلكات غيكون عليه كريستوف سوميو غيكون غادي حاليا ب 14 والكرون فافوري غيكون هو رقم 5 هو الكرون فافوري والمنافس ديالو غيكون الاولى يعني الاولى واحد العوده اللي كانت ديجا كانت عند فريدريك هيد غتبقى حتى هي من المنافسين يعني واخا كاشي هذه العوده راه ما ملعوباش مي كتبقى جواب الاخوان واخا جايه خاسره بزاف كتبقى جواب يعني دونك كاينه لي فافوري ديال لاكورس غيكون ليلي روز كذلك رقم 8 هادو مالي دو برومي وكاين ايتاك رقم 1 واخا بيناليزي كانيو اخر كورسا تبقى كعود ان بلاس الرقم 2 جاك لام كذلك رقم 3 سيسكاب غيرل كذلك ونزيدو لي زوتسايدر 11 كينديا وشين وان مي يعني ال 11 و 13 والمفاجاه غتكون عند ساير جين رقم 10 هو هاد الفيميلا عندها 3 سنين عندها داخله في البرومير هانديكاب وخا رونتري قلبت هاد العوده داخله في البرومير هانديكاب غتكون غدا ب 16. إذن الإخوان لا سيليكسيون ديالي غتكون كالتالي هادو بربعة الإخوان راه ما غيجيوش كاملين 5 و 8 و 2 و 1 6 و 13 يعني 6 ديال الخيول والمفاجآت غتكون عند رقم 11 ورقم 10 سيسكاب كيل رقم 3 غيكون راكب عليها هادو جوج خيول ديال بير ديكوز غيكون عندو الكات وغيكون عندو كذلك رقم 3 60 كيلو عند رقم 3 والان غتكون عندو 61 جوج غتكون عندو 59 دونك نوعا ما لي باز غتقدر تكون لا باز ربما الا بقاو هكا كخيول لي كاتر بروميير غتقدر تكون غادي يقدر يكون الواحد نورمالمون غادي يقدر يكون الواحد يعني حيت الجوج ربح لينا الخمسه ودابا غادي يقدر يكون عنده الرافونش الخمسه دونك 5 8 غيكون فيهم نورمالمون واحد في لاباز يعني كنقول واحد في لاباز يعني الاخرين يكونوا خارجين اكس واندو غيكون فيها واحد دونك بما ان اندو كاينه هنايا دونك غادي نختاروا داك ايتاك في رقم واحد ونمشيو عند الخمسة يعني خمسة واحد كخيول قاعدة إن شاء الله وغيكون لينا شين وان مي رقم 13 ربما رقم 13 ربما لاكور 13 روزاريو مانيون جو ماري بيكويني يقدر يكون هو الثقة وغيكون عندنا يعني عندنا خمسة واحد 13 كخيول قاعدة خمسة واحد 13 مباشرة غادي نمشيو عند السيدين رقم 10 ونديرو الإكس ونحيدوا ال10 ونبلاصيو بال11 ونديروا اكس وغيبقاو لينا الخيول اللي مور اكس يعني كاين 2 كاين 8 كاين 6 كاين 4 كاين 3 كاين حتى الجرين سي رقم 9 اللي بغى يلعب هاد اللعب هذا نتمنى ليه التوفيق اللي بغى يلعب قريب راه غيختار جوج ديال الخيول من 5 8 عود و اندو عود في لاباز ويزيد عاوتاني 13 ربما غيكون سير رقم 13 حيت الخيول اللي كتكون جايه من سانكلود كتجي دونك 13 غيكون ان شاء الله واخا عندو الكرده كبيره ولكن يقدر يجي تبقى الطوكار ديالنا هو كينديا رقم 11 هذا ما كان دمتم في رعايه الله وحفظه ومع السلامه.